سعادة السفير، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادة. خلي نجي عشان هون وبعدين. حاضر. نجري في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادة. بخصوص إيه؟ بخصوص موضوع جمال بيه والحفل. إيه؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا نجيب، مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معك شريف عامر. أهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. نجيب، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكرة إقامة حفلة بتجمع ما بين المصريين والصهاينة والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشية إسرائيلية على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، أنا عايز أؤكد على حاجة ومهم جدا للشعب المصري إنه يعرفها. احنا احتفلنا بثورة 23 يوليو في قلب تل أبيب، والعلامة المصرية مرفوعة بترفرف، ده دليل على قوة مصر مش ضعفها. يعني انا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الاغاني الوطنية وصلالكم. ده في ناس كمان عايزة تسمع شعبان عبد الرحيم. احنا هنا بنعمل اللي احنا عايزينه، احنا اخويا جدا، والاسرائيليين بيعملوا لنا الف حساب. لو سمحت لي يا استاذ شريف، ممكن اسال سيادة المستشار سؤال؟ طيب بعد اذن حضرتك، معانا هنا الاستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريده اليسار، وكان عايز يسال حضرتك سؤال. لو سمحت يا استاذ ناجي، هل ستحضر السفاره المصريه الحفل السنوي الذي تقيمه اسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال، في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقه عيد النكبه والاغتصاب لكل الاراضي الفلسطينيه؟ احتفالات ايه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لطم وعياط على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا استاذ، احنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغه في حرب اكتوبر، وارجو رساله تكون واصله. لا 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 يمكن يا استاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك انا لا يمكن اتفق مع حضرتك ابدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وانتم بتحتفلوا بتل ابيب. كان ادوني اني صفيتي في شمعتي ماشي امر ناجي عطله بتلفزيها صريخ لهيوت تيكوفا من مصراتها حوتس، وصريخ غم لقريش اتناجي عطلة من إسرائيل. زود حشب الله، حشب الله لمدينات إسرائيل وغم لعما أني بطوح أدوني. للأسف هناك بيه شئيش زي متخنين لدفارين حمورين مئود، فأنو حيافين لفتوح مياد وكل حاجة لازقة في الصراحة. وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. وإيه بقى هو السؤال إن شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي. وانتوا بأي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ عجبك المبلغ الموجود بحسابك؟ مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب ابدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. انا هسحب فلوسي بالبنك ده وهحولها البنك بره اسرائيل. ده فيلم سخيف وهبه اللي انت بتعملوه. بصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب ابو الجدايل، وطبعا هيطلع ابو الجدايل ده من المقاومه، ويبقى انا بمول المقاومه من الفلوس اللي في البنك. ها، مش بعيد كمان اكون ورا عمليه اغتيال وزير السياحه بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدوله. ده اذا كنتوا عايزين تبقوا دوله، وانا مش هسكت على الكلام ده. ايه يا مستر هليفي، انت عمال تلف وتدور كده في ايه؟ انا جاي اسحب رصيده كله من البنك، انا حر. طبعا مستر ناجي انت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان اجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس. لا لا ما يصير، صعب. ماشي، اجي اخذهم بكره. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة. المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي.
لما عوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوه؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لاي جهه مهما كانت يبقى بنك غير امين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا اضخم بنك في الشرق الاوسط. مستر هليفي هاخد فلوسي امتى؟ الحقيقه ما اعرف، انا جت لي اوامر من جهات عليا بتجميد كل ارصدتك وما اقدر احركها الا لما تجيني اوامر ثانيه. تجمدوا ارصدتنا؟ لا ده نصايا انا اطبقها على دماغكم كلكم الا الفلوس، وانا هعرفكم مين نجع طلع يا حراميه نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش. أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ سيادة السفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة. ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تدخل دبلوماسي، ولا عايز السفارة تدافع عني. سيبني أنا والناس دي. أنا هعرف ألعبهم كويس. ناجي بيه، أنا يؤسفني أبلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. ماشي يا أستاذ السفير. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك، ها؟ أنا مش فارق معايا إن أنا اتضربت. انت شفت ابويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمل له العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده، احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ صعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدل مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطولة يا باشا؟ هي بطولة خاصة، اهم من اي بطولة انت دخلتها قبل كده، بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب انت بكره هتيجي معايا شرم الشيخ، هعد عليك الساعه 6 الصبح تبقى جاهز بشنطتك. واحنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسال كتير، ركز في النط اللي انت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. هاتي خوتي يا فوز. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ ده النيلة الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. إزيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ ايوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض،
انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يلا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد. احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكوا. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض. انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايزه رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد. واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده، بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه موت؟ انت عشان خدتني على اخوانا. بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو. محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هيتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسحي كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوا. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمرة تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهاني؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ انا اعرف ان انت كنت بتعدي ال 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت.
بقول يا طهام، طهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي، بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفا؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفا؟ 2 كيلو نيفا تاني وحياتك. كل يا طهام كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. طب هو ما قالكش عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه حراسه. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب بزهره وبعتلي لحد ده من الدوله. لا دول مش امن دوله. وانت شعرفك ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد امن الدوله، لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. معقول برضه، ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس. الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو. الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي 3 مرات استدعاء، 3 مرات رحت، ال3 مرات ما تخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي، والمره الرابعه قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه؟ كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء، وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6.5 جنيه، هم قدروها ب3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه. وتمك خارج ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركة كمبيوتر يا فندم؟ أنا هفتحها بس مش شركة كمبيوتر. أمال شركة إيه؟ مالكش دعوة، أنت ما تسألش. يا ولاد، مش أنتوا بتشتغلوا معايا؟ أيوة يا باشا. عمركم سألتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسأل سيادتك، دي أسرار عسكرية. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا إبراهيم، هرمي نفسي على طول. يا أخويا ما أنت ما هتصدق، ما أنت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا أرد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر، احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. اسمع يا دي، انت وهو انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيكم وادور المكم نقسم البوليس. احنا خدامينك يا باشا،
ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي وتامر يقطع المهندس زاهر والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. زاهر وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه؟ ليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزوره. الباشا قال لي عاوزنا في ايه بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض وجايبنا عشان امسكهوله، انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انتوا الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فواو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني. ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقول والنبي يا باشا اعفينا انا من المهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكم، انا اصلا بتجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه نازل يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت مريم خدامك ابو تريك. وانت زاهر ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا نجيبي ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خيري شري، اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه نفتح الخزنة بطفاشة واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطة ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطة لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الأقل اللقمة ما تتقسمش 60 حتة، ده بركتها تروح. أنت قد ما حسستني زي ما تكون عامل جمعية وعايز تقبضها الأول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا بنتي! تاني عبد الجليل يا حارة جاية! الهرب مني هزخرفه يا حرم خربة! مالك يا رتكل على الله يا حرام يا لهوي يا لهوي الراجل هيذبح الواد اجري يا واد يا بجدي اسمع كلام امك يا بدل ما نقرش اسمي على قفا امك يلا يا هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ازيك يا شيخ حسن؟
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ انت ليك وحشة ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن، ازيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر، هذه هي رسائل القلوب. أعرفك بالإخوة المحترمين، دول بقى يعني أولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلاً وسهلاً، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى نجيبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا نجيبيه ومالك علي يمين، الحال واقف وأقفى ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف منين يا شيخ حسن؟ أهو لو جاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، أهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح، على شوية سواك، على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيش دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ ده القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ ده أخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شو حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك، انت واسرتك واولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه.
5 6 7 8 اصحى زاهر 9 10 من الاول تاني 1 2 3 4 5 افرد دارك يا شيخ حسن 6 7 8 9 10 اصحى يلا كمان مرة 1 يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها واحنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك. يا اخي حل القرشين اللي جايين لك دول، ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشقة. يا جماعة والنبي 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 حد يكلمني ناجي بيه؟ انا بتاع كمبيوتر، انا لا بتاع جري ولا بتاع رياضة، انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم. نمتوا ولا ايه؟ لا يا كبير ابدا، دي تكويعه بس كده ساعه التقيله. تكويعه؟ ده انتوا السابع نومه. تعال عبد الجليل عايزك. خدامك يا كبير. كملوا التمرين. فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ يا باشا، بس بصراحه ربنا لعد ايام. وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي. بس البركه في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زمان لغايه دلوقتي مرمي في السجن. انت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانه وتخرج. نفسي اعرف ازاي. بص يا باشا، لا مؤاخذه لا يفل الحديد الا الحديد. وانا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيه يا باشا. ده الماني، ما فيش زيه من دول. يعني انت كنت بتقطع قضبان الزنزانه بالبتاع دي؟ ما لا مؤاخذه يا باشا، برضه صنعه وليها سرها، وبعدين مش كل ما مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد ايه؟ ساعه زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، وعايزين عده احسن. حتى لو كان ده القضيب اللي انت هتقطعه؟ بص يا كبير، لا مؤاخذة حتة الحديدة دي حديدة نظيفة وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده، لكن أنا عندي الدواء كده. إحنا يلزمنا منشار حدادي ألماني كهربائي. ده ينفع؟ هو
هو ده يا كبير، عظمة على عظمة، هو ده يا معلم. أنا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حتة. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعملية دي ما تاخدش منك أكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم، ما وراكش شغلانة غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمالك يعرف أنت بتعمل إيه، ولا أنا كلفتك بإيه. حاضر. عن إذنك يا كبير. أنا نفسي أفهم إشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مرايح. حد فيكم يفهمني، ده جه خده من وسطنا ومشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا إبراهيم، الباشا قال ما نسألش على حد. يا عم أنا عاوز أفهم. اشتغل ونص علينا ونص علينا. يا شيخ حسن. أفندم. تعال عايزك. تحت أمرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني وإحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة. قنبلة إيه يا سعادة الباشا؟ ما أنت ساعتك عارف إني بطلت الحاجات دي من زمان. ده أنا حتى بطلت على يد سعادتك وتبته لله. اسمع يا شيخ حسن، إحنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لأ. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وأنا ما أقدرش أقول لك لأ يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، إحنا مش هنموت حد. أنا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك إن إحنا في يوم القيامة. بس بشرط مفيش شظية منها تطلع تأذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السينما دي. إذا كان على كده يا سعادة الباشا فأنا تحت أمرك، بس أنا ليا طلبات. اكتب لي اللي أنت عايزه وأنا هجيبه لك، بس أنا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبة السجاير. هنجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية أنت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحه ما جربتش يا باشا، بس هي صعبه شويه. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح. بتعمل ايه يعني؟ مرن. تتمرن؟ طب تعال عايزك. امشي امشي قدامك. ها شد حالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا وانا بقول لك تعالى يا باشا. ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك، وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ تعال يا ابراهيم. لا 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 لا، فوق كده وصحصح معايا. يا باشا ما احنا بنصحى من 5 الصبح ومقضيينها جري ونط وبهدله. هو احنا هنسرق بنك ولا هنروح نلعب الجزائر؟ طب اقعد يا ابراهيم اقعد. بص انا عارف انك انت بتتكلم عبري كويس. انا عايزك تحفظ الكام صفحه دول زي اسمك. وده سيدي في طريقة النطق بتاعتهم الصح. من دلوقتي مش عايزك تتكلم ولا كلمة عربي.
اصحى معايا، انت بتنام وانت قاعد. يا باشا انا معاك، انا عارف الكلام ده كله يا باشا، انا كنت شغال ليل نهار معاهم في شرم، وكمان كنت بروح اجيب افواج من تل ابيب واجي تاني. تقلقش انت بس، انما احنا ان شاء الله هنبدا العمليه امتى؟ العمليه هتبتدي لما انا احدد. اتفضل. يزيد فضلك يا باشا. اتفضل قوم، مش اتفضل نام. تعالى رايح فين؟ خد الحاجات دي. بتاخد ايه؟ خد البيت ده. النبي ما تقلق، ربنا معانا ان شاء الله. We'll be right back.
يا أولاد العملية هتبتدي النهاردة. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليومي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل، بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة، بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. أيوة أنا جيبي، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا أديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو احنا ازاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهامي هشيل الباقي. تهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم، اكنه مش شايل حاجه. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل، عشان بيبقى السبت، تل ابيب بتبقى فاضيه. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى اداري وسكني. الادوار الاولانيه بتبقى مكاتب وادارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في شقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وإنت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايه الخطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحيه التانيه هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لا مؤاخذه يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعت البنك. الشفره بتاعت الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي.
طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء، هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبله دي معموله من مواد بسيطه جدا، طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبله دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقايق، مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره، طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده، هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك، في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيره الله. امال حضرتك قلت لي ليه لازم اتكلم عبري كويس؟ عشان انت هتكون ماشي في الشارع، اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات، عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال. دلوقتي احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسه مشدده في ام الليله السودا دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع يا ابراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا ان شاء الله. احنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلها مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم يعني. زي نهاج بك بيطني قد. ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجه، اصل الواد ابراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده ابراهيم، ما تتكلم يا ابراهيم. ده انا بقول ان السواق سواقته ممتعه جدا وانه كيوت. انه ايه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سولم، اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سولم، انت كيوت يا سولم. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجية.
على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح قبل اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحة. ودول مين؟ دول الفرقه اللي هتعمل زفه وتهيص في الفرح، نقطه للعروسه يعني. اتفضل اتفضل يا ناجي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. عريسنا ازاي نجحيله الحلوه عروسته حلوه وجميله. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مصر. لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور. ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو مصر. حسام تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة. ها نفق متلصم ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي ناجي بيه. بلاش انا والنبي ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت. انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله غير يا باشمهندس ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الضحك اللي كان في امه. ده عدم عدم عدم. الله 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 ما تنزل يا باشا. دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفى اللي انت قاعد فيه انت وامك. ده يعتبر سويد. يلا زهر بلاش من هنا. يلا يلا امسك ايدي امسك ايدي القفو معايا يا تهام. انزل 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 ما تخافش. انزل تمام يا باشا. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك.
أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. اسمع يا ناجي بيك، بكره العصر ان شاء الله راح يجي ابني حامد ياخذكم بسيارته لاقرب نقطه من الحدود الاسرائيليه، يعني على بعد 15 كيلو متر تقريبا، بس المنطقه كلها مليانه اسلاك شائكه. طب وحنعدي ازاي من الاسلاك الشائكه؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة اخواننا من المقاومة عشان يساعدوك وتجتازوا الاسلاك. اخواننا راح يحفروا خندق صغير تسحفوا منه للجهة الثانية تحت الاسلاك عشان ما حدش يشوفه من الجنود الاسرائيليين الموجودين بابراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخذوكوا لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين. وبعد هيك بتصيروا انتوا المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقكم يا ناجي بيك. جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت فاكر نفسك في الحسينة يا شيخ حسن؟ تقول في سرك.
كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبول يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكفينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها. كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في ضاهيه. حد قال لك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قال لك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها ايش حسن؟ مش عارف انا ايه بيها، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يلا يلا. في سري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطها يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ستك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لأ،
انا مش جايبكم هنا عشان تموتوا. العمر بيد الله يا باشا، وحياة ابويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش، انا المره دي مش هفشل، انا حاسس ان انا هنجح ان شاء الله. لا ابوس ايدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصه دي، والله العظيم ثلاثه هجيبها، ثلاث ارباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا يا باشا، انا لما خسرت في الاولمبياد كنت عارف اني هخسر حتى قبل ما انط، انما المره دي هجيبها، والمصحف الشريف هتيجي. انا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبه ان انا اعمل اي حاجه، انما انا دلوقتي حاسس ان انا انسان تاني. انا كنت ضايع يا باشا، وانت خليتني الاقي نفسي. ابوس ايدك سيبني انط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني، حتى لو لغيت العمليه يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، انا هستنى هنا لوحدي وهجري ونط الناحيه التانيه. حسام انت اتجننت؟ لا يا ابراهيم ما اتجننتش، بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ايه كويس. ولعلمك انا مش هنط النطه دي عشان خاطر الفلوس، انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس اني اعمل عمليه ابويا، انما انا ما بحبش الفلوس. انا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبه لي هي نقطه الثقه. تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير.